هي محاضرتنا نوعا ما أكثر منها وصية أكثر منها رياضية، يعني نحكي عن تطبيق معين أكثر من الحالة الرياضية تفاصيل فيزيائية. اليوم نختم المقرر إن شاء الله بموضوع الهيت بايبس، الجزء الأول. الجزء الثاني اللي هو melting and solidification. تطرقنا سابقا للانترودكشن تو كوندنسيشن، خدنا الكوندنسيشن على سطح مستوي عمودي على الكوندنسيشن. طبعا ده الاختيارات ان كان اكسترنال، الجزء الثاني والجزء الثالث. الجزء الثالث يتعلق external condensation على أسطح، على أسطح مو vertical يعني إلها في الترتيب آخر. والجزء الرابع اللي طرقنا له أحد الماضي كان ما يخص الفورس convection condensation اللي يتضمن سرعة للجريان، imposed velocity للvapor flow. اليوم نتطرق إلى تطبيق يتضمن كل من ظاهرتي الغليان والكوندنسيشن اللي هو الهيت بايب. تمام؟ ومر عليكم الهيت بايب. مر عليكم غير زين. بدايه هسه الكونتكست مال هذه المحاضره اليوم، بدايه شنو هو الهيت بايب؟ راح نتطرق شنو الكاركترستيك مالته، المميزات، بيش يتاثر التطبيق وانا اقدر اشتغله، والكونسيدريشنز اللي لازم اخذها اثناء الديزاين، والليميتيشنز. بدايه شنو الهيت بايب؟ الهيت بايب هو عباره عن اداه تتضمن او خلينا نقول تعرض توفر لي هاي ثيرمال افشنسي. تعطيني ما اسميه ثيرمال كوندكتيفيتي، هو مو ثيرمال كوندكتيفيتي، وانما توصيل عالي للحراره، نقل معدلات مرتفعه الحراره بكروس سكشن صغير نسبيا. يتضمن ظاهرتي كل من البويلينج والكوندنسيشن بنفس الوقت. زين هو شنو؟ هو عباره عن بايب يتكون من تيوب، هذا اليوتيوب بالداخل اكو الحشوة، يعني السطح الداخلي من انبوب لاين، يا اما نسوي عليه حاطين عليه فتح حفر او ود داخليه، حشوه داخليه زين، او ووركينج ماتيريال مثلا انواع معينه هسه نتطرق لها. شنو الغرض من الاداه هذه؟ شو راح يصير؟ الويك هذه الحشوة الداخلية اللي صارت داخل الأنبوب على السطح الداخلي للأنبوب is wetted with an appropriate liquid، تكون مشبعة بسائل. هذا السائل طبعا له مواصفات معينة. زين البايب هذا شيء ضمن، يضمن ليكويد داخل. هذا الليكويد is in equilibrium with its own vapor، يعني داخل الليكويد هذا الليكويد في جزء من عده راح يكون in liquid space، والجزء الثاني راح يكون in vapor space. فبالتالي في جزئين، جزء evaporator نسميه مبخر وجزء condenser. فهذه هاي الديفايس هي عادة تربط بين جزئين حار وبارد، تستخدم كوسيلة كفؤة جدا لنقل الحرارة. نقل الحرارة من جزء بارد إلى جزء حار، من جزء حار إلى جزء بارد. الجزء الحار إحنا نسميه الإيفابوريتر. زين، وان إند أوف ذا تيوب، شوف هسه وحدة من النهايات تكون معرضة للهيت سورس اللي نسميها شنو؟ إيفابوريتر، مبخر. بينما الأذر إند إز إن كونتاكت وذ ذا كولد ريزرفوار، اللي هي الهيت سورس.
اللي راح يتكثر فيها البخار. بالتالي ايش راح يصير عندي؟ الليكويد هنا بمنطقة الهوت اند بالمنطقة الحارة راح يصير حرارة يتبخر. من راح يتبخر راح يندفع وين؟ إلى منطقة الأبرد نسبيا اللي هي منطقة الكوندنسر يتكثف. من يتكثف شلون يرجع لمنطقة الإيفابوريتر مالته؟ يرجع عن طريق السيرفس تنشن شد السطحي عن طريق خاصية شعرية يرجع لهنا. فالليكويد بداية يتبخر بالهوت اير، بعدين الفيبر الناتج هنا راح يجري بالكور لمنطقة الكور للكولد اير اوف ذا تيوب حيث راح يتكثف مرة أخرى. زين الكابيلاري اكشن، زين خاصية شعرية وشو نسميها؟ راح بعدين then moves the condensed liquid axially along the wall عن طريق الحشوة هذه. رجع الليكويد اللي يتكثف في الكوندنسر وين راجع؟ للإيفابوريتر. زين؟ Where it is again vaporized. بس حلو. Yeah, I'm not cool.
temperature change عالي بين الهيت سورس والهيت سينك. لأن هو جاي هنا عند الساتوريشن بريشر، شنو الساتوريشن تمبرتشر اللي عندك هنا؟ يتوخر ويتكلم. تقريبا الثرموستات تقريبا الثرموستات. Under static conditions تحت الظروف المستقرة. الماس ترانسفير ريت اوف ذا فيبر اللي راح يتوخر هنا، احكي لك الماس ترانسفير ريت اوف فيبر راح يتوخر، وين يروح؟ منطقة الكوندنسر. المفروض هذا نفس الماس ترانسفير ريت ماس فلو ريت مال الكوندنسيت اللي راح يتكلم مال الليكويد. هذا الماس ترانسفير ريت اوف ذا فيبر اللي نسميه ام سب في از بالانسد باي ماس ترانسفير ريت اوف ذا ليكويد. اكيد متوازن يعني. The rate of heat exchange along the heat pipe. زين هسه معدل التبادل الحراري بين الجزء الحار والبارد ايش على هذه الافكار اللي طرحناها. شو يساوي؟ Q يساوي M dot V ايش F G؟ تمام ولا مو تمام؟ احنا ندري انه H F G يعني given that that the high value of H F G نعرف انه قيم الهيت الليتنسي اوف ابزورشن جدا عالية حتى لو كانت درجة الحرارة منخفضة او حتى لو كان التمبرتشر ديفرنس قليل جدا او منعدم زين وحتى لو كان الماس ترانسفير ريت ايضا قليل زين فبما انه هذا جدا عالي معناه راح احصل على معدلات درجة الحرارة جدا عالية فبالتالي الهيت بايبس هسه راح نجي للابلكيشن مناسبه لشنو؟ وين نشتغل؟ هاي هيت ترانسفير ريت بتوين ا سورس اند ا سينك مناسبه ل السيستم اللي تتضمن هيت سورس وهيت سينك بمعدلات نقل حراره عاليه بتوينهم اقدر استخدم الهيت بايبس وراح تكون وسيله فعاله تران سيرس زين بعد مو بس نقطة الحرارة معدلات عالية level R temperature in the system يعني نسوي درجة حرارة متجانسة أكثر ليش؟ تستوعب almost constant temperature فبالتالي راح توازن درجات الحرارة عبر السيستم بين المنطقة الحارة والباردة فتقريبا لأن السيستم ما في temperature difference عالية يعني temperature difference بعض العالي بعض الابلكيشن غير محبب لان يسبب لي ثرموستاتس يسبب لي مشاكل بعض التطبيقات هسه اشوف هاي النقطه اللي بتجاوزها بتجاوزها شلون عن طريق نظم اوف تمبرتشر ان السيستم يسويها مور يونيفورم وبالتالي احافظ على السيستم ما تجيني الفشل بعد اف فور ا جيفن هسه فور ا جيفن كوندنسر تمبرتشر نفترض عندنا فالهيت فالهيت بايب يشتغل عند تمبرتشر معين درجة حرارة الكوندنسر معطاة إذا زاد هسه الهيت ريت على الإيفابوريتر إيش راح يصير؟ يقول لك إف ذا هيتنج ريت المسلط على الإيفابوريتر زاد والله إيش راح يصير؟ بالتالي البويلنج ريت معدل التبخر ايش راح يزيد؟ The boiling rate of the evaporator becomes higher, more higher than the condensation rate. فيصير اعلى. بالتالي اذا زودت الهيت سورس هنا فجأة يعني كان يشتغل. فجأة زاد الهيت ريت على الايفابوريتر، هنا ايش زاد؟ زاد معدل التبخر. زين؟ صار معدل التبخر اعلى من معدل التكلفة. شو راح يصير وراه؟ The pressure in the heat pipe then increases. هنا راح يصعد الضغط. زين. من صعد الضغط which in turn rises the vapor saturation temperature. تمام ولا لا؟ إذا صعد الضغط صعد في saturation temperature وياه. ولا صعد في saturation temperature يعني شنو؟ إذا صعد في saturation temperature هنا temperature difference على هاي الجهة مال الكوندنسر زاد. أعلى من جهة درجة الحرارة اللي يصير. فبالتالي طرح الحراره هنا هم راح يزيد وبالتالي معدل التكتيك هم راح يزيد الى ان يوصل للبالانس. لا
The higher vapor saturation temperature increases. شوف هالشيلك. هذه درجة الحرارة المزادة مالت الفيبر، شو راح يسوي؟ راح تعزز لي من الكوندنسيشن، راح تزيد من معدل التكتل. زين؟ وبالتالي الهيت بايب بعد فترة يوصل يرجع إلى منطقة المرحلة الالتزام الحراري. At a higher operating temperature. صار المرة شنو؟ البريشر مو نفس البريشر السابق، وإنما صار البريشر أعلى. أعلى صعب. ليش؟ لأن هذا زاد. من تغيرت الظروف شو يصير؟ فشو تعلم تسوي؟ شو راح يصير؟ راح تاخذ فترة قاعد يرجع يستقر النظام مرة ثانية، تمام يا رجل؟ طبعا بالمناسبة هذا هم الكلام مو دائما انا عندي ازيد الهيت فلكس الى مستويات كبيرة، ظل ازيد ظل ازيد، يعني اقصد انهم دراي اوت تذكرون بيبولينج. يعني هم محدد، يعني ضمن درج معين للحمل، ضمن حجم معين، ضمن الماس معين اللي هنا، اظل زايد زايد والله هو هذا زايد منه هو يزيد منه، لا ما في مشكله. بس ضمن الديزاين ليمت، ضمن الديزاين رينج يشتغل بشكل طبيعي، حتى لو زاد الهيت لود عليه راح هو يستجيب ويعدل البريشر، يصعد التمبرتشر تصعد، يزيد بالتالي فرق الحراره في الكوندنسر يرجع للالتزام مره ثانيه. يتوازن يزيد معدل التبخر والتكتل بس شيء مفعل بشر اعلى. تزود اعلى مو مشكله اعلى بس لا تزود تعمل الديزاين ليمت مالته لان احتمال توصل للدراي اوت وتسبب فشل السيستم. نجي هسه للتطبيقات وين اقدر استخدم؟ اهم تطبيقات واللي ما ادري مين فيكم فاتح موبايله فاتح حاسبه طلع مصادها ابد يعني صار عندك حتى الحمد لله شايف كل شيء على اليوتيوب شايف صفحه وفات حميده ما في داعي تاخذها شايف اكو شيء محاسب لا 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 هذا هاي السيرتيك بول اللي يسموها بي سي بي مثل السيرتيك بول لا هسه الاول هو خلينا نقول هسه سبق الاحداث السولار كولكتر يستخدم بالسولار كولكتر زين يسحب حرارة وينطيها وين يطرحها لل الليكويد هنا اللي مثلا شنو عمله يروح يجهز توربان الى خلينا نقول سخان شمسي شنو التطبيق يستخدم بيش مجال بس المجال الاكثر هو السي بي يو كولينج او يسموه الكترونكس كولينج تبريد الاجزاء الالكترونيه زين فهنا شو يسوون؟ عادة البروسيسر او الالكترونيك تشيب النفقات الالكترونيه اللي تصير هاي برفورمانس الكترونيك تشيب يعني احنا جاي نشوف انه المواصفات جاي يزيد 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 والسيستم جاي تصغر تصغر ولا ما تصغر؟ تمام ولا لا؟ مو كان ما كان قبل كيس حق المواصفات يسحب بروحه هسه بدات تجي الكوبايت هذه واللي يسمونها الاستمرار وما اعرف شنو ومواصفاتها كلش عاليه وسرعه الاداء مالتها عاليه بس انا اسالك سؤال من نقول هاي برفورمانس يعني معناه يسحب تيار عالي ويسحب تيار عالي هو طبعا دائما الافشنسي مالته محدده لازم يطرح حتى حراره ويطرح حتى حراره كل ما يظهر النظام تزيد الهيت دنسيتي لو تقل تزيد ويكون من الصعوبه تبريده فبالتالي هسه انا اذا اجي مثلا هذا الديسكتوب مقارنه باللابتوب انا بدي اداء احسن ليش والله الكمبيوتر جهاز الديسكتوب مو لابتوب اللابتوب هذه الوجبه شغل ثقيل يفشل نعم بينما هذه ليش؟ لان بيها سبيس بيها مروحه كبيره بيها ريسنج كبير زين ما راح تتحمل حراريه اقدر اسحب الحراره مثلا فهنا هذا السي بي يو هاي المنطقه على مود اطرح الحراره من عندك شوفه اكو هيت بايس متصله يسموها هاي البادو بلاي زين
راح تسحب الحراره هنا، راح يتبخر اللي يكون في هالمنطقه، وين يلقيها؟ شوفوا هذا اليوتيوب منزعمه. هذا طبعا اشكال ديزاين مختلف. هذا الانبوب منزعمه، وكن خد فان تسحب هذا وتدفع عليه على مود تطرح الحراره، فاذا وين منطقه الكونديسر ومنطقه اللي باب الكونديسر؟ والكونديسر داخل الكونديسر. ايضا هذا كيف تشكل؟ هذا في اللابتوبات اللي فات واللي فات موبايله. عارف فات موبايله؟ عارف تصير عند الشاشه وفات حميده؟ ها؟ من اللابتوب مو شاشه مو لا حتى موجوده جو ادري بس هذا بكثره، هذا يمكن برفورمانس مالته جدا عالي. زين شوف هنا ثاني دوائر الكترونيه. الدوائر الالكترونيه هاي يسموها كولد بليت، تسحب الحراره من عندها، تاخذ الحراره من الدوائر الالكترونيه وتعطيها في منطقه الهيت بايب. هذا اللي هو منطقه الايفابوريتر، هذا هيت بايب، هذا ايفابوريتر، هذا هيت بايب، هذا ايفابوريتر. اكثر من واحد اكثر من واحد. وين الكوندنسر مالته؟ كله هنا نفس الشيء. ياخذ من ذا اللود وين يوديه؟ قلب الفان وهكذا. الفان هو بليت حاطين ممتاز في الفان كمان داخل هنا عندك فزعان اول شيء. بس هنا اكيد شو دائما دائما الفان فزعان. انا اتصور انه هاي البليت هسه ما ندري بالتفصيل بالداخل شنو بالداخل، اكو وايد زر بس قاعدين ترجع بس لو مقلبين هسه ماكو تلقى اشكال حسب شو متطلبات. بعد بالجيوثيرمال ابلكيشن انه بعض المحطات اللي تستخدم الطاقه جيوثيرمال انرجي انه يقول لك يحطون ابار على اعماق خلينا نقول كل جديد، فبالتالي درجات الحراره هنا مال الليكويد راح ترتفع. يستخدمون مثل الهيت بايب ينقل الحراره من باطن الارض وين؟ للهيت بامب هذا اللي هي راح تصير الهيت بامب كانه كوندنسر بينما السورس هنا جوا باطن الجامعة. فهذا راح يصير الايفابوريتر وهذا راح يصير الكوندنسر. شوف هسه هنا عندي هاد محطه هذه تشتغل على شنو مصدر الحراره؟ على مصدر الحراره تبي الطاقه. فخلينا نقول شوف اللي جاي داخل اللي هي ب 40 واللي طالع ب 100 هذا ابلكيشنز هذه بعض التطبيقات الاخرى من سبيس كرافت صناعه الطائرات فنتيليشن هيت ريكفر بالمنظومات تكييف الهواء خصوصا بالريكفري سيستم هيت ريكفري سيستم الروتري كومبشن انجن هيت اكسشينجر ريكفري هواي هواي سيستم بس اللي يكون مثلا ويتشلي واتر بالهواء. نجي للديزاين كونسيدريشن شنو الامور اللي لازم ناخذها بنظر الاعتبار اثناء الديزاين؟ نعم. هيت اكسشينجر؟ لا لا هيت اكسشينجر ريكفري اللي هو شنو؟ وحدات استعادة الطاقة وحدات هو هيت اكسشينجر هذا هسه هيت اكسشينجر كول مثلا هو هذا هيت اكسشينجر ايفابوريتر اللي وراه هيت اكسشينجر كوندنسر مو هو هيت اكسشينجر بس شنو استخدامه للريكفري؟ فنجي ديزاين كونسيدريشن شنو العوامل المهمة واللي تأثر على أداء الهيت بايب على هذا الكلام؟ شنو الكلام؟ يعني شنو اللي ممكن يأثر على عمل هذا الهيت بايب؟ من تجي مثلا يقول لك يا بابا احنا محتاجين هيت بايب تسوي له ديزاين شنو أول شيء يخطر ببالك؟ لو ها؟ شنو يعني قصدك يعني قصدك الغلاف الخارجي هاي واحد بعد الرينج
الويتنج شورت اللاين اب مال الحقه هاي الداخل حيوان مستفيده من داره بعد شيء السائل نفسه لا السائل هو السائل اللي راح يستخدم اياه زين اذا سيلكشن اوف بيبل اول مره شنو اللي يكون هي راح تختار The main determining factor العامل المحدد الأساسي هو عادة شنو؟ التمبريتشر ديفرنس رينج تمام؟ اللي راح يشتغل فيه لازم وهذا انا اجي مثلا يجيك واحد يقول لك انا والله عندي حاسب هاي الحاسب ما عنده 9 درجة حرارة على 60 اذا الاوبريتنج ديزاين هسه تكون ما تعمل 60 كوت زين هسه سألت اي اوكي بس هل انت راح تجيب الحرف تشتغل بها بروسيا لو تشتغل بها العراق اذا تشتغل بها بروسيا يعني بالروم تمرجر راح تصير عامل شنو اذا بالعراق والكهرباء ما يكون راح تصير مو معناه هذا التمرجر ديفرنس ايش قد فهذا التمرجر الانتندنج اوبريتنج تمرجر درجه الحراره اللي من المطمع او انه تصميم هذه الاداه حتى يعمل عليها هي العامل الاساسي بالتصميم هيت بايب. ليش جدا مهمه؟ لان هذا تحدد لك الساتوريشن تمبرتشر. The fluid saturation temperature must cover the design temperature range. يعني انا حسب اللي راح اعمل به لازم هاي الساتوريشن تمبرتشر تكون ضمن to maximize thermal performance هسه أنا حتى أزيد the thermal performance يعني معدل درجة الحرارة معدل درجة الحرارة وشو؟ الماس مال البيبر فيها شيء تمام ولا لا؟ باطل زين فبالتالي كل ما أزيد الـ HFG أجيب ليكويد اللي هي تخليك تجيب الفورماتيشن أعلى فأفضل تمام ولا لا؟ زين فبالتالي هذا الفلويد مصهر شنو؟ هاي ريتد هيت تمام؟ وشنو؟ هاي سيرفيس تنشن ليش هاي سيرفيس تنشن؟ شنو العلاقه بالفيبر ماس؟ شنو العلاقه؟ كل ما زاد السيرفيس تنشن زادت سرعه الجريان مال الليكويد ورجع لمنطقه الايفابوريتر عبر منطقه الوجه زين؟ لو ليكويد فيسكوسيتي السؤال هنا يقول ليش لو ليكويد فيسكوسيتي؟ Boiling condensation. Thermal conductivity is
لا لا احنا هسه ما جاي نحكي عن شير على الغلاف، الغلاف على ماده مثلا متر ماده معدنيه بس جاي بس عليكم نقول كون هاي الثيرمال كوندكتيفيتي. ليش؟ ليش اريد الثيرمال كوندكتيفيتي عالي؟ ليش تريد الثيرمال كوندكتيفيتي عالي؟ تطبيقات اللي هي
هو هذا نسميه الويكلس هيت بايب. شلون يشتغل هذا؟ يشتغل بالشكل التالي. انا هذا الغاز توربين عندي بي هاب مو او بي ريش. هسه شلون ما يكون الريش مالتها؟ خلي يكون ما يعني مو شرط هسه رسمنا صحيح. زين اذني سواء الهاب سواء التوربين بليز تعرض الغازات بدرجات حراره جدا مرتفعه 200 كلفن. كل ما زادت درجه حراره الغاز اللي طالع من الكومبشن تشامبر كل ما زادت الكفاءه. بس انا شنو يحددني؟ الليمت يحددني، الليمت يحددني انه مدى تحمل الماده المصنوعه من هذا سواء الجاز توربين هاب او الجاز توربين بليد. تمام ولا لا؟ اوكي. لازم بردها بوسيله معينه. سك عدة وسائل، واحدة منها سولفها يمكن زميلكم ذاك اليوم واحد من السيمينارات بشكل مغلوط اللي هي الفن كولنت. اكو وسيلة ثانية استخدام الهيت بايب. شلون؟ هو عادة بكل غاز توربين اكو مالتي ستيج غاز توربين اكو كومبرسر قبله يضغط الهواء قبل لا يدخله للكومبرسر الدور يصير احتراق الدور يدخله وين؟ على الغاز توربين. هذا الغاز او الهواء المضغوط الجاي من الكومبرسر قسم من عده يسحبوه لوسائل تبريد التوربين. فيجي هنا بالكور كانه راح يجي كومبرست من الكومبرسر من الكومبرسر درجات حرارته عاده يعني نوعا ما مرتفعه بس قليله مقارنه بهذا. ايش راح يسوي بها؟ هذا راح يستخدم هنا كانه يستخدم مثل الهيت بايبس يبرد بيها الهاب هذا، لان هذا الهاب من الداير معرض لشنو؟ درجات حراره جدا عاليه. يعني عاده هذه هنا اكو بيبرات يقول لك هاي يوصل حوالي 1050 1100 كلفن. خوش؟ كلفن. بينما هنا يوصل خلينا نقول ما اذكر والله يمكن بين 400 لا 450 470 450 كلفن على منطقه اللي هي نوعا ما هاي بارده نسبيا. شو بتسوي؟ شو الدفرنس العالي؟ شو يسوي؟ يخلي هيت بايبس هنا بحيث وين الايفابوريتر مالته؟ اللي هو هذا. وين الكوندنسر مالته؟ هو هذا. زين هنا طبعا هذا التوربين يدور اومي مو بسرعه الدوران. هو سرعه الدوران شنو؟ وهي الحركه شيء هذا السنترفيوغال اكسلريشن وين يشمط؟ هذا الاي سنترفيوغال يشمط خارج المحور مال الدوران مو يشمط لبرا هذا اكسلريشن زين. فبالتالي وين راح يكون الليكود؟ هنا لو هنا وين اللي يتكثف؟ جوا تمام. والبخار من يتبخر هذا يرجع نتيجه ضغط البخار تمام. بس الليكود شلون يرجع اذا ما توك؟ يرجع نتيجة تأثير السنترفيوغال فورس. هذا الليكويد مالته الدنسيتي مالته اعلى. زين مو اكو تدوير الماس الاعلى تنشمر لبرا. وين تنشمر لبرا؟ ترجع محور الدوران لبرا. زين لبرا تروح يعني وين؟ يتكثف هنا ينشمر السنترفيوغال فورس وين؟ للايفابوريتر يتبخر يرجع بضغط البخار وهكذا. فما احتاج لك. لذلك هذا التطبيق يسموه الويكلس ويكلس هيت بايب. هنا شو يستخدمون؟ يستخدمون الصوديوم والبوتاسيوم زين لان درجات التبخر مالته عاليه جدا تناسب هيك تطبيق. لذلك احنا ايش قلنا اول شيء باختيار الليكويد هذا انه التمبرتشر. انت شنو تطبيقك؟ انا من قلت جاز توربين معناه درجات حراره جدا عاليه. من قلت كراي جو معناه درجات حراره كلش مخافه. من
من قلت سي بي يوز او حاسبات يعني درجه الحراره ضمن الرينج 50 60 ضمن النورم. فانت وين شغلك؟ هو هذا اللي راح يحدد انت شلون راح تشتغل. فعمليه الاختيار مو تكون اعتباطيه وانما ضمن محددات تصميم العمل مالتك. تمام او مو تمام؟ فبالتالي لذلك تم اختيار مثلا الصوديوم او الليثيوم او البوتاسيوم فور هاي تمبرتشر ابلكيشنز. هسه احنا خلصنا هذا الليكويد بس الليكويد التيوب ماتيريال شلون اختاره؟ ذا تيوب ماتيريال هاز تو بي مو بس ثيرموفيل اكتيفيتي مالها عاليه بس لازم اكو توافقيه بينها وبين الليكويد. لان بعض الليكويدز ممكن اكو تسبب مشاكل كيميائيه مع سطح التيوب. فبالتالي ذا تيوب ماتيريال هاز تو بي لازم تكون كومباتبل متوافقه مع البودي فلويد. عمليه السليكشن مو تكون اعتباطيه، جيب هذا يلا واشتغل. لا بس يعني اكو يعني هسه مثلا كل ديزاين تروح مثلا لهذا الماتيريال اكو هاي الماتيريال متوافقه ولا او هاي متوافقه بس هكذا تسبب مشاكل او هذا تسبب مشاكل اخرى. انت ما اختيارك الكفر تيوبز هسه التيوبز النحاسيه ممكن تستخدم مع الووتر الميثانول والاسيتون هم ممكن تستخدم مع الميثانول والاسيتون بات نوت الامونيا. الكفر تيوبز تستخدم مع الامونيا. الستينلس ستيل بيلك تيوبز كان بي يوز والامونيا اد ماني اذر ليكويدز بات نوت الووتر. طبعا الهسه لا يمكن لا نرجع نقول شنو الاسباب، اكو اسباب عدم التوافقيه هاي شنو الاسباب الكيميائيه والروجين يصير شنو المشكله. الومنيوم از يوز ان سم اير سبيس ابلكيشنز بات نوت ويز امونيا سبب ضرر في هرش. ليش؟ سؤال ليش الومنيوم يستخدم في الاير سبيس ابلكيشنز؟ ها؟ الالومنيوم ليش يستخدم بالاير سبيس ابلكيشن تطبيقات الطيران؟ ممتاز بعد اذا ما وصلت الاكتيفيتي مالها عالي زين بس ما اقدر استخدمه هاي الامور صدق فبالتالي وين عم نشوف يكون يشتغل لكل ام زين لهنا هذا بشكل عام اليوتيوب خلينا نجي نقول الحفوة هاي شلون سلكشن the installation of the wood. اختيار وتثبيت الوجه. شوف اكو عدة انواع من الوجه. هذا يعني هذا التيوب طبعا هذا مو مكون من ثلاث اجزاء، لا وانما هذا التيوب مستخدم كوبر باودر كود. اكو تيوب اخر مسوي كوبر مش مثل الجريد هنا مثل السميد بالداخل. واكو كوبر واير او جروف محفور اصلا محفور مسوي به بالسطح مالك. فممكن نستخدم الجروف او الباودر او المش. واضح؟ فويكس كان بي ايذر فابريكيتد ممكن تصنع يا اما من ميتال المش شبكه معدنيه او ما خلينا نقول ميتال باودر معدني او باي ميكينج جروز انت تسوي حفر بالداخل البايب سطحه مو سموث لا مشخص انت تسوي حفر مسوي خشن ليش؟ حتى الليكويد يتشلل فيه ويمشي بالسيرفس تنشن لان كل ما زاد الخشونه في السطح زاد السيرفس تنشن يتشد بيلي جروبز ويمشي. واضح؟ اكو سؤال هنا؟ لايك ذا تيوب ماتيريالز مثل التيوب ماتيريالز ايضا الود ماتيريالز لازم يكون كومباتبل واي وركينج تول. اوكي؟ مثل ما المعدن هذا مالت التيوب اذا الود ايضا لازم يكون متوافق مع الود المستقبل. In addition, the working fluid must be able to work in the work. هذا ال working fluid
يشبع هذه الطبقه يا ولا، انت تغلغل بها يا ولا، اكو بعض الفيديوز اللي ما صح مثلا تم الكاميرا ولا الوتر ما عندك مشكله، بس انت سويت الوود بشكل الوتر ما يقدر يتغلغل بسهوله ضمنها. فبالتالي الوتر ما انت راح يقدر يدخل بالداخل ويمشي، راح يظل بارد. بالنتيجه بشكل عملي ما جد زي ما فيك بشكل مطلوب. الاوبريتنج ليمتس هسه محددات العمل. هسه الهيت ترانسفير خلال الهيت باي محدد بشنو؟ از ريستريكتد باي اولا الفيسكس دراج ان ذا ويك ات لو تمبرتشر. الليكويد راح يتعرض الى شنو؟ الى قوى سحب او اعاقه لزجه عند الوجه. فهذه راح تحدد من الاداء. كل ما زاد الجسم زاد الفيسكس دراج كل ما قل البرفورمانس راح The sonic or choking the speed of vapor. مرات اذا زيد الحراره زاد الغليان زادت السرعه ممكن السرعه توصل الى ليميت اللي يصير نوصل للكومبرسيف كومبرشن. شنو كومبرسيف كومبرشن؟ حاليا اراوند المقوى فبالتالي انه هذا عندك تلمس هنا يختلف لانه بعد ما يعمل راح يصير عندي شوك فاصل بالداخل. The ability of capillary forces in the wick to pump the liquid through the pressure rise between evaporator and condenser. هنا قابلية أو مدى قابلية هذه الويك أنه تولد قوة شعرية راح تنقل على مود تضخ الليكويد وترفع ضغطه بين الايفابوريتر والكوندنسر. هنا الكريتيكال هيت فلكس اللي هو نسميه البيرن اوت بوينت عند الايفابوريتر سكشن ايضا من عوامل محدده. ما اقدر انا دائما انطي حراره كيف هذا حدها هنا الدور اوصل للبيرن اوت بوينت اللي سالفنا عنها بالبوينت اللي يجب انه ما اوصل هنا اقل من هذا مستوى التسخين يكون اقل من هذا الليفل حتى احافظ على الهيت بايب يعمل بشكل صحيح. لهنا هذا كل ما يتعلق بال هيت بايب. يعني انا قلت لكم هي المحاضره اكثر من وصفيه منها رياضيه او يعني بس اللي نتعرف على الهيت بايب. بالتالي this introduction to heat pipe has طريقة الاكسبلانيشن انه شنو الهيت بايب شلون يشتغل زين ليش هو يقدر يطرح لي او ينقل لي حراره بمستويات جدا عاليه زين خلال سمول تمبرتشر ديفرنس شنو كانت هاي منين اجت لي. ايضا حطينا رينج اوف ابلكيشن سولفنا عنه اللي ممكن كانت يمكن او ممكن تستخدم التطبيقات القاعده تطبيقات القهوايه مو بس ذنبها زين. سلطنا الضوء على المين ديزاين كونسيدريشن سواء باختيار الهيت بايب وركينج فلويد الجيو ماتيريالز الويك زين وايضا المين اوبريتنج ليمتس اللي تحدد الاداء ايضا سلطنا عليها الضوء بشكل مختصر. اكو سؤال هنا قبل ما نختم هذا الجزء؟ واضح نعم. أو وين هذه؟ اللي هي أصلاً لا تبع الكوندنسر ولا تبع وين؟ اللي بابرد. لا نرجع
يروح ويس هذا. فلهنا نختم هذا الجزء من المحاضرة هذا الأسبوع.